حياكم من جديد مشاهدينا وفقرة أخبار ومنوعات حلقة اليوم. أول خبر معنا لهبوط مذهل، نفذت طائرة عسكرية أمريكية هبوطا غريبا في أحد مطارات أفغانستان. وعادة ما يهبط هذا النوع من الطائرات على عجلتين تمتد من المقدمة وست عجلات على الجانبين الأيسر والأيمن ليكتمل طبعا توازن الطائرة في النهاية. ولكن ما حصل مع هذه الطائرة زي ما احنا شايفين في هذا الفيديو أن العجلتين الأماميتين علقت في الداخل، مما أجبر الطيار على الهبوط بشكل طارئ. وهذا طبعا اللي خلى هذا الخبر تحت عنوان هبوط مذهل لهذا النوع من الطائرات. خلينا نروح لخبرنا الثاني، أتاري. مين فيكم يحب أتاري؟ مين فيكم قبل كذا لعب أتاري؟ أتوقع جيل الثمانينات وجيل التسعينات راح يحسوا فينا في هذه اللحظة. تخيلوا أنه أتاري تحول من لعبة إلى فندق. في هذا الخبر تخطط شركة الألعاب الكلاسيكية الشهيرة أتاري لافتتاح فنادق جديدة مستوحاة من ألعاب الفيديو في أريزونا ولاس فيغاس وغيرها من الولايات الأمريكية. طبعا سيتم بناء الفنادق على استراتيجية ومفهوم ألعاب الفيديو. يعني تخيلوا أنه عايشين في فندق، نحس في نفس الوقت أنه نحن قاعدين عايشين أجواء هذه اللعبة. صراحة أنا شخصيا يعني من البيج فان لأتاري، فممكن تكون لي زيارة صراحة لهذه الفنادق بعد ما تصير إن شاء الله. إلى خبر آخر، وملاكم يفقد وعيه ويظل واقفا. من أصعب المشاهد اللي ممكن تشوفوها، اللي قلبه ضعيف يا جماعة لا يشوف، اللي زيي لا يشوف هذا الفيديو. ولكن تلقى ملاكم روسي لكمة قوية من منافسة في دورة للفنون القتالية أفقدتها الوعي، هذه الضربة القاضية. طبعا ظهر المقاتلان مع بداية الجولة الأولى وهم يتبادلوا اللكمات قبل أن يسدد أحدهم لمنافسه لكمات قوية فقد على إثرها وعيه. ولكن الغريب في الموضوع هنا، شايفين في نهاية هذا الفيديو أنه فقد وعيه ولا ظل، يعني لازال واقف ما طاح. في مشهد طبعا غريب ونادر، أنا ما شفت الحمد لله. نروح لتحذير، هذا التحذير مهم جدا، تحذير من خطر البطاريات. طبعا التحذيرات متزايدة في من مخاطر البطاريات المستعملة في مصانع إدارة النفايات وإعادة التدوير في بريطانيا، حيث رصدت كاميرات المراقبة عشرات الحرائق الصغيرة الناجمة عن انفجارها. وكمان تستخدم البطاريات في مختلف أنواع الأجهزة، وإذا لم يتم تدوير البطاريات المستعملة أو التخلص منها بشكل صحيح فمن الممكن أن تتسبب في حوادث. فلذلك يعني أتمنى أنكم تنتبهوا كثير من هذا الموضوع، خصوصا البطاريات المستعملة لا تستخدموها مرة ثانية أبدا، لأنها ممكن فعلا تسبب انفجارات وحرائق. هذه طبعا كانت معنا آخر الأخبار لليوم، ولكن نبي نروح